نعم طلاب، الآن إلى رب، الحرف الجر الشبيه بالزائد. ماذا سأتعلم في هذا الدرس؟ سنتعرف إلى حرف الجر رب، طبعا هنا حرف الجر الشبيه بالزائد. أن أذكر عمل رب، أن أستنتج فعل ما إذا دخلت على الحرف رب. نعم، نلاحظ طلاب، اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب. رب لحد قد صار لحدا نارا انتزل ضادي، ورب صبح رقبناه وقد طلعت بقية البدر في أولى بشائره. نعم، نلاحظ طلاب أن هنا رب تجر الاسم الذي بعدها. سميت رب هنا حرف شبيه بالزائد لأنها تعمل بما بعدها فقط باللفظ، ولا تحتاج إلى تعليق، ولا يمكن حذف رب، ولا يمكن حذف رب، لأن عندما نحذف رب تكون معنى الجملة ناقصة، لأن رب معناها إما التقليل وإما التكثير. أما بحروف الجر الزائدة كما رأينا بالباء ومن، يمكن حذف هذه الحروف ولا يتغير المعنى، فسميت أحرف جر زائدة. أما هنا رب حرف جر شبيه بالزائد، يعمل بما بعده لفظا فقط ولا يمكن الاستغناء عنه، يدل على إما على تقليل أو تكثير. نلاحظ طلاب هنا ما الكلمة التي بدأ بها كل بيت من البيتين السابقين؟ طبعا رب حرف الجر الشبيه بالزائد. في البيت الثاني هنا لدينا واو قبل رب تسمى واو رب، عندما تحذف رب فتكون لدينا واو تدل على رب المحذوفة، تدل على رب المحذوفة. طبعا حركة الاسم الذي بعد رب الكسرة أي مجرور، طبعا لا يمكن الاستغناء عن رب لأن يوجد لديها معنى إما التقليل وإما التكثير، هنا التقليل أو التكثير طبعا بحسب سياق الجملة. نعم، أستنتج أن رب حرف جر شبيه بالزائد يفيد معنى التقليل أو التكثير، ولا يتعلق ما بعده بما قبله، ولا يستغنى عنه في المعنى. يجر الاسم النكرة بعد رب جرا لفظا ويبقى محله من الإعراب كما لو لم يكن مجرورا، أي بحسب موقعه من الجملة. مثال: رب أخ لك لم تلده أمك. طبعا أخ اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ في البيت. وربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، طبعا هنا قول المتنبي، قول المتنبي. طبعا هنا نلاحظ دخول ما على رب، عندما تدخل ما على رب فتكفها عن العمل، وعمل رب هي الجر الاسم الذي بعدها، كما تشبه هنا كما نقول دخول ما على أحرف مشبهة بالفعل فتكفها عن عملها. عمل أحرف مشبهة بالفعل دخول إن وأخواتها على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. عندما تدخل ما على أحرف مشبهة بالفعل فيرجع المبتدأ
يعرب مبتدا مرفوع والخبر هو خبر للمبتدا. وهنا عمل رب هو فقط جر الاسم الذي بعدها، فدخول ما على رب فقط تكفها عن جر الاسم الذي بعدها، وان كان فعل بعدها فالفعل بالاساس لا يوجد. نعم، الجملة الثانية: ربما القادم خير من القائم. نعم، الآن أحذف ربما من المثالين السابقين ثم أقرأها ملاحظا الفرق في المعنى. طبعا يوجد فرق في المعنى. طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. طعن عن كثرة، فعندما نحذف ربما فلا يدل على الكثرة فتصبح كلام خبري. القادم خير من القائم. أيضا هنا إذا حذفنا ربما أيضا هنا تكون تدل على الكثرة. وربما تدخل على الجملة الإسمية ويدخل على الجملة الفعلية أيضا. مثال أول، طبعا ربما طعن جملة فعلية، والجملة الثانية جملة إسمية. طبعا هنا أيضا ما المعنى الذي أفادته ربما في كل من المثالين السابقين؟ هنا الاحتمال والتمني. طبعا يخرج معنى الكثرة أو القلة إلى الاحتمال أو التمني. ما التغيير الذي طرأ على عملها بعد اتصالها بما؟ واذكر السبب. تكفها عن العمل في اللفظ ويبقى في المعنى كما قلنا. طبعا هنا رب عندما تدخل ما عليها تكفها عن جر الاسم الذي بعدها، وعندما تدخل رب على الفعل فالفعل بالأساس لا يجر كما قلنا. نعم، ماذا نستنتج؟ دخول ما على حرف الجر الشبيه بالزائد، إذا دخلت ما الزائدة على رب بطل عملها الجر لفظا واختصاصها بالأسماء، فتدخل على الجملتين الفعلية والإسمية ويبقى معناها. نلاحظ كما أقول ربما أزورك غدا، ربما الطالب يتفوق على أقرانه. نعم، نلاحظ طلاب تصنف في الجدول الآتي حروف الجر الواردة وهي زائدة أم أصلية ونوعها. انتسبت إلى المدرسة الثانوية، طبعا هنا إلى حرف جر أصلي، عمله يجر ما بعده، والمعنى الذي أفاده انتهاء الغاية، انتهاء العمل أي تم الانتساب. ما أنا بأحمق فأصدق عدوي، طبعا هنا حرف الجر الباء نوعه زائد الكلام. ما أنا أحمق، عمله جر الاسم الذي بعده لفظا، المعنى الذي أفاده التوكيد. دائما معنى حروف الجر الزائدة التوكيد. نلاحظ طلاب، هل من رجل يغيث الملهوف؟ حرف الجر من نوعه زائد سبق باستفهام هل، والاسم الذي بعده نكرة فعمله يجر الاسم الذي بعده لفظا، المعنى الذي أفاده التوكيد. الآن رب ليل كأنه الصبح في الحسن، حرف الجر هنا الشبيه بالزائد، هنا حرف الجر الأصلي في، وهنا حرف جر أصلي، عمله يجر ما بعده، المعنى الذي أفاده الظرفية المكانية. نعم، نلاحظ الطلاب حروف الجر أصلية زائدة شبيهة بالزائدة. حروف الجر الأصلية يتعلق ما بعدها بما قبلها معنويا ولها معنى ولا يستغنى عنها. حروف الجر الزائدة لا يتعلق ما بعدها بما قبلها
ولا ويستغنى هنا عنها وهي زائدة للتوكيد. أعيد، حروف الجر الزائدة لا يتعلق ما بعدها بما قبلها ويستغنى عنها وهي زائدة للتوكيد. طبعا ندرس في بحثنا هذا الباء حرف جر زائد ومن حرف جر زائد. الباء لها مواضع في زيادتها: الخبر المنفي، فاعل كفى، المبتدأ. طبعا يكون عندما يكون محل المبتدأ عندما تكون الباء حرف جر زائد، وأيضا فاعل صيغة تعجب أفعل به. الآن مواضع زيادة من حرف الجر: من النفي، النهي، الاستفهام، بالإضافة إلى أن يكون الاسم الذي بعدها نكرة. رب طبعا حرف جر شبيه بالزائد، يجر الاسم بعده لفظا ولا يتعلق ما بعده بما قبله، ولكن لا يستغنى عنه معنويا، يبقى معنى يفيد التقليل أو التكثير بحسب سياق الكلام. طبعا طلاب، رأينا اليوم دروس درس حروف الجر الزائدة، وأيضا درسنا حرف الجر الشبيه بالزائد ربما.